تحياتي، معكم مهندسة أمال الشرقاوي، وكيلة لشركة جينيس العالمية، وبخاطب جمهور المدونة الطبية بالعربي. أنا طالعة النهاردة عشان أقول شوية أخطاء. بص يا جميلة، أوعي تستخدمي منتجات مش موثوق بيها، وأوعي تتخيلي إنك لما تحقني وشك ببوتوكس وفيلر هتبقي جميلة. بالعكس، أنا عندي منتج يخليكي جميلة وتتخلصي من كل مشاكل بشرتك بطريقة طبيعية تماما، هتلاقيه عندنا في المدونة الطبية بالعربي. كمان الناس اللي فاكرة ان الكولاجين اللي بيقل افرازه في الجسم بستخدمه لما تقدم في السن، لا، من بعد سن 30 المفروض تعوضي جسمك بيه. طب الاقيه فين؟ هتلاقيه عندنا بطريقة طبيعية امنة جدا. كمان اللي عايزة تخس، تعالي لي بقى هنا على جنب عشان انا هقولك على منتج امن تماما، طبيعي تماما، مش هتعاني من اي مشاكل، وهتخسي وتبقي جميلة وتبقي صحية. تحياتي ليكم، كنت سعيدة معاكم، يوم سعيد ليكم كلكم.